قضيت بالعمرة، فهل يجوز علي الحج علما بأن والدي ووالدتي موجودين بمكة المكرمة من شهر رمضان، ووالدي مقيم بمكة أفيدونا أفادكم الله؟ هو قدم من؟ نعم؟ من جيزان. من جيزان. في أول وأدى عمرة. ويريد إذا فرغ من الحج أن يذهب إلى جيزان، أليس كذلك؟ إذا كان إنه إذا أدى الحج يذهب إلى جيزان يعتبر متمتعا، عليه الهدي. يريد أن يمكث هنا، لكن مكة ليست بلدا لك، ولو أنت شغال هنا عليك الهدي. نعم، لأنك لست مستوطنا بمكة. نعم.